نحن ما زلنا في حملة جمع العطاءات إلى الفضائية الآرامية، ومثل ما تعرفون ما زلنا محتاجين إلى 300,000 دولار. فالرب في هذا اليوم رح يتمجد من خلال خدامنا المباركين وخدام الرب اللي موجودين أمام الشاشة في هذا اليوم، حتى يتمجد اسم الرب في الوسط، وحتى تبقى هذه الفضائية لخدمة الجميع. ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يعني ماكو غير يلي متي بدالي وشافي كل شايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيه. يلي متي بدالي وشايل كل أحمالي في السماء تشفع فيه. عمري ضاع واشتريته قلبي ته ولقيته وفتحت إلى عينيا. يلي متي بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيا. عمري ضاع واشتريته قلبي تاه ولقيته وفتحت إلى عينيا. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك يا حامل المذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك يا حامل المذبوح عني. ليك المجد يا رب، ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال، نعمتك بتغيرني. يا إله بالعود لجلالك يسوع.
روعي محلى السجود. أمامك أنشد بالعود لجلالك. رب يعينك يا عزيزي المسيحي والمسيحية أنه تعرف الحقيقة. إذا بعد روح الله ما سكنش في قلبك، المجال مفتوح، كل ما يتطلب الأمر تقول له يا رب من فضلك ادخل إلى قلبي، حل في قلبي بروحك القدوس، اعمل مني إنسان جديد. والرب يقول لك من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أمين. نعم. أمين. الرب يباركك. أمين. عزيزي المشاهد، مثل ما نعرف أنه إحنا ما زلنا في حملة جمع العطاءات، وإحنا من الفضائية الآرامية، باسم الفضائية الآرامية إحنا نشكر جميع اللي ساهموا ولا يزالون يساهمون في دعم هذه الفضائية الآرامية، سواء بالدعم المادي أو بالصلوات وحتى بالتليفون والتشجيع. خلينا نشجع هذه الفضائية عزيزي المشاهد. ومثل ما قلنا في بداية البرنامج أنه المبلغ المطلوب هو 300,000 دولار. خلي الرب يحفظ قلبك في هذا اليوم، وارفع سماعة التليفون حتى نسمع عن محبة الرب يسوع كيف دخلت إلى قلبك من خلال هذه الفضائية الآرامية. فأخ ميلاد، أنا أعرف أن أنت كثير تخدم في كندا، فأنا يعني من خلال تواجدك في كندا، من خلال محبة أهل كندا لهذه الفضائية، كثيرين يشاركون ويساهمون في من أجل دعم هذه الفضائية. فشو تحب تقول لأهل كندا؟ وأنا أقول أكتر مو بس الكندا، والأمريكا والأستراليا والكل العالم، يعني اللي توصلهم بشارة المسيح من خلال هذه الفضائية. هو أنا دايما أقول حاجة أخت نادية، أنه الفضائيات دي بركة كبيرة أو من الرب. أمين. ودايما أقول يمكن النهاردة أنت معانا على الهواء بتسمعنا، بس أنت عندك إمكانات بس مش عارف تخدم. يعني ممكن يكون الرب مديك من ماديات ومديك من خير كتير، بس انت مش عارف تخدم. اهو مجال الخدمه مفتوح قدامك، الرب يباركك ويثقلك ويملى قلبك بالتثقل. يعني في مبدا كتابي اخت ناديه، انه الجميل في موضوع العطاء انه كل من يحسه قلبه، يعني مش اي حد يدي خطا. يعني القلب يشتغل بالحب والمحبه فيدي، ولو ما اشتغلش بالمحبه فمش هيدي. صحيح. يعني لانه اذا تحب الشخص يعني راح تعطي، هيعطي كل ما في قلبه. يعني زي 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 الابن في البيت، يعني ابني بحبه فغالي عليه، فانا بعطيه كل حاجه، ما بخلش عنه باي شيء. فانا ده نداء لكل المشاهدين الاعزاء الموجودين معانا، انه لو انت مش عارف تخدم او مش قادر تخدم وعايز تخدم، مجال مفتوح قدامك، والرب يبارك عطاياك ويبارك محبتك. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هقبل شك، أصلك أمرت ومش ندمان، جايين وواثقين إنك حي موجود يا ربي، بنترجاك مسكين في وعدك، إنك جاي بجود عظيم للي استناك، موجود يا ربي بنترجاك، إلهي حي بنستناك. الخليقة وكل الأرض عندك مسانة تدي ضمان، لو الجبال رح يوم تنهد مش رح يزول عنا الإحسان، بالنعمة تسند ضعف القلب وبكلمة تشفي من الأحزان، الخوف تقبله بغمر الحب يزيلوا فيزيد الإيمان، جايين وواثقين إنك حي موجود يا ربي، بنترجاك ما
مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك موجود يا ربي بنترجاك إلهي حي بنستناك الكلمة ثابتة في كل زمان حقيقة مع كتر الأوهام وحتى لو للشك مكان دي ليها وقت أكيد هتبان هضاب جبال وسهول وديان كل اللي هتدوس الأقدام ميراثي هملك رغم الحرب مغلوب عدوي مش شمتان جايين وواثقين انك حي موجود يا رب بنترجاك مسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم للي استناك موجود يا رب بنترجاك الهي حي بنستناك إلهي حي بنستناك